شباك الدنيا يأخذنا مشاهدينا اليوم إلى بنغازي في ليبيا، حيث باتت كهوف الملح وجهة علاجية جديدة منذ افتتاح مركز مختص بالطب البديل قبل 5 أشهر. ويستغل مركز أوبال الذي أسسته ليبيتان متخصصتان بالطب البديل فوائد العلاج بالملح لتطبيب أشخاص يعانون أمراضا في الجهاز التنفسي وأخرى جلدية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لمتابعتكم، انتظرونا غدا عند 4 بتوقيت غرينتش، 6 بتوقيت القدس، إلى اللقاء. كهوف الملح في بنغازي باتت وجهة علاجية للراغبين بالطب البديل والاستشفاء. أنا لدي مشكلة ونعاني من قصة الجيوب الأنفية الذي لي أكثر من 10 سنوات، وترددت على عدة دكاترة بتاع اخصائيين بتاع انف واذن وحنجره، وللاسف الشديد لم نصل معهم الى علاج نهائي وقطعي. كل العلاج اللي كنت ناخذ فيه مع الدكاتره هي عمليه المسكنات ومضاد حيوي. داخل كهف اوبال الاصطناعي المكسوة جدرانه بكتل الملح الطبيعي، يستلقي المريض وسط إضاءة خافتة وموسيقى هادئة تساعد على الاسترخاء وإزالة التوتر. لتبدأ الأخصائية في الطب البديل بتغطيته بالملح الجاف من رجليه وصولا إلى عنقه بطريقة أشبه بحمامات الرمل العلاجية. وبدأت تدريجيا للحضور للكهف يوم بعد يوم، وصلت لأربع جلسات وكان في تحسن كبير جدا، يعني تقدر تقول في 80% تقريبا وصلت لتحسن كبير جدا جدا جدا. أسس المركز ليبيتان متخصصتان في الطب البديل لتطبيب من يعانون أمراضا في الجهاز التنفسي كالربو، وأمراضا جلدية كالصدفية والإكزيما، إضافة إلى الشقيقة والجيوب الأنفية. الدعاية كانت ممكن شوية ضعيفة في البداية لأن ما كناش مستهدفين إن هو كهف دعائي أو هيك خلاص، لا كان هو استرخاء، وكنا نحب إن هو يكون علاجي ومساعد للفئات اللي مش قادرة لها فترة تعاني من حاجة أو من أمراض معينة وما لقتش العلاج برا. وتسعى الشابتان إلى نشر فكرة العلاج بالملح بين الأطباء بالمؤتمرات العالمية لتتمكنا من الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.